هذا الزبوق آخر مرة يطلع وياي بالبرنامج، لأنه هذا ما يستحق أصلاً يشوف شاشة. للأسف أقولها، هذا دوشق مال رزايل، هذا دوشق مال إهانات، هذا يجيبوه بالقنوات حتى يمسحون بيه الاستوديو. عيب عيب، احترم نفسك وقعد. يوميا مرزليك بكل القنوات، ما يصير ما يصير. المحلل السياسي إنسان محترم، إنسان يشتغل على أرض الواقع، على المنطق، مو مكناسة مال استوديو. اسمع هنا شلون حرجوه وشلون، يعني ماكو هيك حكي. هسه على القنوات المحلية ماشي، ليش هيئة الإعلام والاتصالات ما تمنعك من الحكي؟ ليش تمنع بس الناس اللي تحكي وتكشف وفضايح المسؤولين والسياسيين؟ ليش انت ما تجي يمك؟ هيئة الإعلام والاتصالات هذا حلال، لكن العراقيين والمحللين اللي يحللون حرام. تفضل اطيهم، شلون راح يهينوه؟ عريضة جدا، ايه؟ تعترض على منظومة حكومكم كلها. خلي اقول لك، منها جماهير التيار الصدري بطريقة واسعة موجودة في يعني احكي لك اياها بصراحة. ايه، وانا اريد الصراحة بالضبط. اللي ما عنده حجة، ايه؟ منطقية، ايه؟ عقلائية، زين، واقعية واضحة، يطلع بالتظاهرة ويسوي فوضى، هذا يجب ان يمسح، مو يقمع، يمسح. اوف. ليش؟ لان انا راح اقول هذا عنده اجندات خارجيه. لحظه شنو يمسح؟ يعني ينكتل؟ ينكتل يعني؟ يعني هذا واضح وصريح الى هيئه الاعلام والاتصالات، هذا الزبوق دا يريد يمحي المتظاهرين اللي يطالبون بحقوق الناس، اللي هو هذا وامثاله يتستر على الفاسدين ويطمطم لهم. ليش الزبابيق عادي يحللون يطلعون يحشون؟ ما حد يحشو يوم هيئة الإعلام والاتصالات ما تباوع لهم، لكن يطلع واحد يكشف فساد ويقول أنا محلل سياسي، أو يطلع بتلفزيون يكشف فساد، رأسا هيئة الإعلام والاتصالات تنزل بي بيان يمنع أن يكون ضيف بأي قناة. هذا حلال؟ هيئة الإعلام والاتصالات شوية باوع على الزبابيق، لا أزبقهم زبوق زبوق.